موت. بغت صور اللي بعده اللي بعده. بص يا بص يا برنس، انا عندي كلمتين عشان انا متعصب ومش عايز اقل ادبي. تمام. لا الا ادب هينزل. تمام ماشي. اول حاجه الراجل ده، اول حاجه الراجل ده في اول البث لما دخل قال ما كلمتوش وسب ونزل. تمام. رقم اتنين، لما عرضت الفيديو قال اول هو اللي كلمني، طلع اتضح في الفيديو ان المستشار هو اللي تواصل معاه. رقم ثلاثة، العرس سعيد حنوكة استهزأ بيه ولبسه العمة ولبسه الليلة. فالدنيا واضحة وكل حاجة سهلة. الراجل لو عنده مبرر يعرض مبرره وكله بقى تمام. بس واحنا خاصمين الظالم قدام ربنا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن انا جايب اخري واقسم بدين الله، يعني ما فيش داعي لو بس يدلينا على طريق ابن المتناكة لما اضربه بالنار ابن دين الكلب. ماشي. انا انزل يا برنس عشان كلمني بس على طريق ابن الدين المتناكة سعيد حنوك وانا اصفض فيه 56 طلقة. عم قلنا من غير مش عايزين نطيروا اللايف. انا لما بفتح شتيمة بشتم، لكن انا مش فاتح اشتم لحد، حتى سعيد حنوك ما بدي اشتمه. ليه؟ عشان مش عشانه، انا عايز اطلع دين امه، ولكن مش عايز اطلع اللايف ده يطير، عشان اللايف ده لازم نطلع منه بنتيجة. بنتيجة ايه بقى؟ نتيجة تكون فعلية. الواد ده لازم يتحاكم بأي تمن من يعني لو ما ضغطتوش شعبية وفيسبوكيا وتكتوكيا ويوتيوبيا والكلام كل السوشيال ميديا دي تتكلم عن سعيد عنوكة، الواد ده عمره ما يتحاكم. وانا قلت الكلام ده برجع اقرر. اتفضل اخويا مسلم، واسف ان انا حبيبي 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 البرنس.